انت ليش ما رحت على الملجأ معنا؟ لأنه في شيء ضروري لازم أعمله هلأ. كمان الجندي ما بيخاف من سلاح الأعداء، وخاصة إذا كان جندي باكستاني. بس أنت ليش إجيت؟ شو عم تساوي هون؟ وضعك مانو منيح أبدا جنرال. أنا ساعدك. لازم أعرف إنه الهنود دائماً بيكونوا غدارين. لا يا جنرال، الهنود مو غدارين أبداً، بس لما أي حدا بيسترجي يأذي بلده بيعرفوا كتير منيح كيف يوصل.